تابعين بصباحنا وآخر فقراتنا لليوم، إيمانا بدور الفرد وتفعيل الشعور بالمسؤولية تجاه ما يواجه المجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قام مجموعة من اليافعين بمبادرة وتوجهت إلى مختلف فئات المجتمع، فرسموا مجموعة من اللوحات بأفكار إبداعية ترجمت من مجموعة من قواعد السلامة العامة للتعامل مع فيروس كورونا، ولتكون أكثر وعيا من خلال الريشة والألوان، ومن خلال أيضا التعابير الكرتونية كانت أو بتجسيدات بتخص الكمامة وبتخص الفيروس. رح نحكي أكثر عن هالمبادرة مع مرح صبيح وهديل إبراهيم. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير. يمكن الحلو بالمبادرة أنه أنتم شباب صغار، وعم نشوف يمكن للأسف في كثير من الناس كبار واعيين بعد ما عم يلتزموا بهي الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا. خلونا بالبداية نحكي كيف إجت الفكرة، كيف بلشتوا فيها والهدف منها. هلا الفكرة اجت، نحن لما صار عنا حجر منزلي، نحن بمنارة باب شرق المجتمعية ما قطعنا ابدا عن نشاطاتنا، بالعكس انتقلت نشاطاتنا كلياتها عن طريق الاونلاين عبر الواتساب، ان كان بالزجل، بالشعر، بالرسم، كنا نعمل مسابقات، كنا نطمن على بعض. فمرة كنا عم نطمن على بعض وصارت الفكرة، اقترحناها، تناقشنا فيها، عرضناها على المشرفة. لوحاتنا كلياتها، اللوحات هي عبارة عن فكر إبداعية، ما في منها أبدا على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه يعني ما أخذين شيء أبدا من مواقع التواصل الاجتماعي، بالعكس هي فكر إبداعية تم طرحها وما تجسدت دغري. كان يصير عليها حوار مع المشرفة، نحن بين بعضنا، انه مثلا لا هون اذا بنحط هي اضبط تطلع هيك، اخر شيء لنطلع بافضل طريقه. الهدف منا، الهدف انه نوصل رساله لكافه الافراد المجتمع ولكافه الاعمار انه كيف ممكن يقوا حالهم من فيروس كورونا بالاجراءات الاحترازيه، وحاولنا قدر المستطاع نوصل هي الفكره عن طريق لوحاتنا. هي عم نشوف هلا لوحات، هي لوحه قديش حلوه، انه هي نص يلي حاطت كمامة هون انه هو كيف حامي حاله، يلي ما حاطت كمامة كيف الفيروس قد بيكون خطر عليه وعلى الرئة. ما نشوفها هي هيك. اوكي، اللوحة الثانية مع نور. عم نشوف يمكن كمان الأفكار وشخصيات بيحبوها الناس، يعني عم تحاولوا يمكن كمان من خلال أشياء بيحبوها تحاولوا توصلوا هي الرسائل الهادفة من خلال هي اللوحات. احنا اختصينا أكثر شيء بفئة الأطفال، هي موجهة لكل فئات المجتمع العمرية، لكن اختصينا بفئة الأطفال. مثلا هون سبونج بوب وبسيط، عم يبينوا لنا قد هن مبسوطين لما يكون من التباعد المكاني بيناتهم، خلاهم يكونوا مبسوطين أكثر. خلينا نشوف لوحات كمان هي تهديد العالم كورونا، يعني عم نشوف اسماء، هي كل لوحه لاسم صبيه صح؟ تماما. هي لجويل صبيح. جويل صبيح تماما. هي الراسم تاع انتم كم حدا؟ نحن اثنين من اصل خمسه. شاركنا خمسه، انا ومرح وإلهام الهزاع وجويل صبيح وهاشم زيدان. حلو، بنوجه لهم تحيه كلهم للي ما قدروا يكونوا معنا. نحن اليوم اثنين جايين نمثل عن الفرقة كلياتها. أكيد نوجه لهم تحية وأفكار كتير حلوة، يمكن يعني هي تكون. تم طرحها بالإعلام وتم طرحها على الفيسبوك، ولكن ما شفناها مطروحة بهي الطريقة، هي عن طريق الرسم. هي نحن ما أخذنا شيء أبدا من الإنترنت، كانت كل واحد يطلع مع فكرة نتناقش فيها، نتحاور فيها مع المشرفة كمان. هون عم نشوف الكحول مع الفيروس، لما أنت فعلا تكون أخذ الاجراءات الاحترازيه فيك تتصدى للفيروس. قديش هو مزعوج من الكحول، انه هو ما رح يقدر يغلب اذا كان في وعي لاهميه انه المعقمات والوقايه. كمان اللوحه حاولنا انه وقت بيكون الواحد مرتدي كمامه وكفوف كيف ممكن يحمي حاله من الفيروس. زعلان ببعض كورونا، اخذ على خاطره. هي الهام الهزاع راسمتها.
وانه هذا ولد صغير يعني حتى الاولاد الصغار لازم تلبسوا كمامه وكفوف حتى تحافظوا على اهلكم. نحن وجهنا الرساله بهاللوحات بهالالوان الطفوليه اكثر شيء للاطفال لانه ممكن نلاقي صعوبه لحتى نقدر نوعيهم، فلقينا اللوحات ممكن نجيب انه الطفل هو الاصعب توعويته بالكلام، بس يعني قد ممكن خاصه هلا نحن جايين على فتره مدارس، قد ما الام قالت له خليك في تباعد مكاني بينك وبين رفقاتك، فهو بجوز كل هذا الحكي ما يفهمه ما يستوعبه، لكن لما بيشوف شخصيات كرتونيه رسومات كرتونيه هو بيحبها والوان شخصيات بيحبوها كثير هدول المقاتلات الثلاثه مع سوبرمان هدول الشخصيات اللي بيحبوهم لما عم تعمل هيك صحيح عندهم تقبل اكثر لفكره يحطوا الكمامه والوعي. بالختام يا صبايا رح نشوف التباعد المكاني ايضا كمان اتطرقتوا له بضمن لوحه، لاي حدا حابب اكيد يروح على مؤسسه على شغل لازم يكون في تباعد مكاني، يعني افكار كثير حلوه يعني، وبدنا نقول تحيه كثير كبيره للصبايا وللمشرفه عندكم لانه مبادره كثير مهمه، وشكرا كثير لكم افكاركم كثير حلوه يعطيكم الف عافيه. شكرا. اكيد نتشكركم مرح وهديل، نشكر الكل رفقاتكم اللي ما قدروا يكونوا معنا وعم نشوف الفرح على عيونكم والسعاده قديش انتم فعلا مبسوطين بهي المبادره، ان شاء الله بيكون لكم مبادرات قادمه بنستضيفكم معنا. شكرا كثير لكم. شكرا. شكرا خليكم مرتاحين.